يعني مثلا دولة إسرائيل رضي الناس أم أبوا، هي دولة دينية بأي حال من الأحوال، صحيح. لكن يعني الآن نرى فيها شفافية عالية وفيها حتى محاكمات على أشياء قد لا تذكر في بعض البلدان العربية، وهذا يجعلنا نتساءل هل بالإمكان استنساخ ديمقراطية إسلامية سميها ما تشاء أو بروح الإسلام كما تفضلتم؟ نعم، يعني المثال الذي ذكرته يعني ما أصدقه بأنها دولة تعلم بأنها دولة يهودية، يعني ما استحيت من ذلك وتسمي اسمها باسم ديني إسرائيل وهو نبيهم، ثم بعد ذلك في مدارسهم في ثقافتهم في أدبياتهم يتحدثون عن رموز دينية كأورشليم والهيكل وجبل الهيكل وأرض المعاد وحائط المبكى والشعب الله المختار وما إلى ذلك، والرموز الدينية والبعد الديني ظاهر جدا ولحاخاماتهم تأثير، وعندهم أحزاب اليمين كما يسمونها اليمين المتطرفة، ليست باليمين بل هي أحزاب الشمال، لكنها تقوم على أسس دينية ويوجهها حاخامات، بل حتى في الجيش الإسرائيلي من الجيوش القليلة التي تبيح إطلاق يعني اللحى، نعم، والممارسات الدينية والحاخامات يخرجون معهم، لكن في الوقت نفسه هم لا سبيل عندهم إلى الاستبداد ولا أن يقهر الحاكم الشعب، وإنما يحصل تداول سلمي للسلطة وانتخابات ومنافسة حقيقية بين الأحزاب، تارة يفوز حزب الليكود، تارة يفوز حزب العمل، وتارة يكون للحزب الآخر إسرائيل بيتنا أسود. نعم، يكون لهم يعني تأثير في الترجيح كفة هذا أو ذاك، بل حتى عرب 48 تجد لهم أو لبعضهم مشاركات في البرلمان أو في الكنيست وما إلى ذلك، فهي تجربة يعني حقيقة جديرة بالدراسة. ويعني كما نقول دائما بأن النبي صلى الله عليه وسلم استفاد من تجارب الأمم بما لا يعارض أصلا دينيا ولا نصا شرعيا، فتجد مثلا المنبر هذا ما كان العرب يعرفونه، لكن جاء يعني هو لما قال النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب الجمعة على جذع شجرة، يصعد على جذع شجرة من أجل أن يراه الناس، فقالت له إحدى النساء يا رسول الله إن عندنا غلاما نجارا حبشيا فلو صنع لك منبرا، فصنع له منبر من 3 درجات هذه من الحبشة. وقل مثل ذلك لما جاء الأحزاب، سلمان رضي الله عنه قال له يا رسول الله كنا إذا خفنا تخندقنا، وسلمان رضي الله عنه كان مجوسيا ثم صار نصرانيا ثم أكرمه الله بالإسلام، النبي صلى الله عليه وسلم ما قال له لا هذه بدعة فارسية نحن ما نأخذ بها. حفر الخندق من الناحية الغربية في المدينة، ولما جاء المشركون قالوا هذه خديعة ما كانت العرب تعرفها. كذلك من تجارب الأمم التي استفيد منها ما كان في زمان عمر رضي الله عنه من تمصير الأمصار وتدوين الدواوين وفرض العطيات للجند وتأريخ الكتب، لكنهم أخذوا التاريخ الهجري، نعم. ما استنسخوا تاريخ، يعني أخذوا الفكرة تاريخ الفارسي، نعم أخذوا الفكرة وطبقوها بما عندهم بما عندهم بارك الله فيك، فزاوجوا بين الأصل والعصر كما يقال، نعم.